السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي اعمل ايميل على ياهو؟ عشان نعمل ايميل على ياهو بنفتح الجوجل سيرش ونكتب فيه ياهو ميل، بعد كده نفتح الياهو ميل او النتيجة هتطلع لنا. في صفحة الياهو ميل هنلاقي اخر حاجة من تحت خالص كرييت نيو اكونت، هنضغط عليها. الواجهة اللي قدامنا ديت هنحتاج ان احنا نملى البيانات بتاعتنا فيها علشان نعمل ايميل على ياهو. اول حاجة الاسم الاول، نفرض مثلا الشخص اللي بنعمل له ايميل ده اسمه احمد سامي، نكتب احمد في الخانة الاولانية وسامي في الخانة التانية. بعد كده نختار له اسم للايميل، يعني اسم الايميل بتاعه اللي هو هيستخدمه بعد كده، وليكن اسم الايميل ده مكون من اسمه، وبعدين شيفت اندر سكور السنة اللي اتولد فيها وليكن 1990. بعد كده هنلاقي الباسورد اللي هي كلمة السر. طبعا بعد ما لو لاحظنا فوق هنلاقي ان هو عمل لنا علامة حمراء، اي علامة حمراء او اي كلام احمر معناه ان الخانة دي مش فيها خطأ، فهو بيقول لك ان الاسم ده او الايميل ده مستخدم قبل كده، فانت لازم تغيره. احمد سامي 1990 ده مستخدم قبل كده. طبعا في حل بسيط جدا، وهو ان انا اجي قدام الاسم ده واعمل ام كابيتال ار اللي هو احمد سامي قدامها مستر، يبقى مستر احمد سامي اندر سكور 1990 كده، قبله وكده فاليد معاك. نرجع للباسورد. الباسورد له 3 شروط عشان تحققه. الشرط الاولاني ان هو يكون مكون من 8 ضغطات على الكيبورد، 8 حروف وارقام وعلامات. الشرط التاني يكون فيه حروف كابيتال وسمول. الشرط التالت يكون فيه ارقام. نبتدي نحقق الشروط ديت. هنختار حرف كابيتال وحرف سمول. الشرط الاولاني يتحقق وعلامة صح بقت قدامه. بعد كده نختار شوية ارقام. يفضل ان انا ابعد في الارقام ديت عن الحاجات المعروفة عني، زي رقم موبايلي وزي تاريخ ميلادي، علشان يصعب سرقة او توقع الباسورد بتاعي، يصعب توقعه، وبالتالي اقدر اصعب على اللي عاوز يسرق الباسورد بتاع الايميل بتاعي توقعه. كده انا حققت الشروط اللي انا محتاجها. في خاصية هنا نضغط على شو ديت طلع لي الباسورد. ده الباسورد اللي انا كتبته عشان احفظه كويس وراجعه واتأكد ان هو سليم. بعد كده محتاج اكتب رقم الموبايل. اول حاجة بختار الدولة وليكن ايجيبت. بعد كده بكتب رقم الموبايل. بعد كده بختار الشهر اللي انا اتولدت فيه. بعد كده بختار اليوم اللي انا اتولدت فيه، وبعد كده السنة. يبقى كده كتبنا الاسم، كتبنا اليوزر نيم، كتبنا الباسورد، كتبنا رقم الموبايل، كتبنا تاريخ الميلاد. بعد كده بختار النوع ذكر او انثى، ميل يعني ذكر، في ميل يعني انثى. بعد كده تحت موجود خانتين، خانة أولانية للريليشن شيب اللي هو مستوى الارتباط، خاطب، أعزب، متزوج، والخانة التانية فيها رقم موبايل تاني اختياري ممكن اكتبه ممكن اكتبهوش. بما ان الخانتين تحت اختياريين فمش هكتبهم، وهعمل كرييت اكونت. هيعد 10 ثواني عشان يوديني على الايميل بتاعي. كده يبقى فتح الايميل بتاعي. بيقول لي اختار سيم معين، شكل معين، يبقى خلفية للميل بتاعك. هقول له كيب سيم. بكده يكون بقى عندي ميل على ياهو. عشان نقفل الميل هنروح على كلمة احمد اللي مكتوبة ديت ونضغط ساين اوت. لازم نقفل الميل بعد استخدامه علشان نمنعه من السر. وبكده نكون عرفنا ازاي نعمل ايميل على ياهو. تابعونا على youtube.com/ازاي كليب،
وتواصلوا معانا على رقم الموبايل 0127-5272-96. شكرا جزيلا لحسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.